الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اللي انتم تستنوه، حوار مع طبيب. برنامجنا هادف ومستهدف، بنستضيف فيه اكبر التخصصات وكل قيمه علميه طبيه في عالم الطب من اطباء في جميع التخصصات. طبعا برنامجنا هادف ومستهدف، وان شاء الله في كل حلقه يبقى معانا طبيب جديد في تخصص جديد خالص فيما هو جديد في عالم الطب. أرجو يكون قد أفدناكم بكل حلقاتنا السابقة ونفدكم في حلقاتنا القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، النهاردة معنا مايسترو في الجراحة، هنكلمنا عن دور النظام الجراحي في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة وحتى في الله. معنا الدكتور محمد عبد المقصود أيوب، دكتوراه استشاري الجراحة العامة وجراحة المنزل والأولاد، استشاري جراحة الغدد وغدد الأسد، عضو جمعية الجراحة المصرية، عضو جمعية جراحة المنظير، وعضو جمعية الجراحين الدولية، وزميل مدرب الزمالة المصرية للجراحة. في بداية الحلقة دكتور، برحب حضرتك معنا. يا اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور عزه؟ انا في بدايه الحلقه دكتور اتكلمت عن عنوان موضوعي، وهو دور النظار في تشخيص وعلاج الامراض الحاده والمزمنه. قبل ما نبدا موضوعي خالص، بنقول لحضرتك يعني ايه هي الاول الامراض المزمنه والحاده قدام المشاهدين دلوقتي، عشان نعرف يعني ايه امراض مزمنه وامراض حاده. الأمراض المزمنة اللي هي بتفضل مع المريض بيشتكي منها فترة طويلة، أزيد من 6 شهور أو سنة بيفضل يشتكي منها فترة طويلة، ممكن ما نتوصلش لتشخيص معين بالفحوصات والأشعاعات وكلام من ده. طبعا دي حاجات كتير ممكن يكون في حاجة زايدة مزمنة، التهاب مزمن بالمرارة في وجود حصوات، ممكن يكون في أكياس على المبيض، ممكن يكون في أورام لفية في الرحم، ممكن يكون في لا قدر الله أورام في القولون وأورام في الأمعاء الدقيقة، ممكن يكون في تكيسات جوه البطن. دي بالنسبة للأمراض المزمنة. الأمراض الحادة اللي هو الالتهاب الحاد اللي هو حصل دلوقتي، تمام، وأشهرهم طبعا التهاب زايد حاد مع التهاب بروتوني، طبعا التهاب مراري حسوي حاد أو غير حصوي. المرارة في ساعات بيحصل فيها التهاب حاد نتيجة وجود حصوات أو عدم وجود حصوات. في وجود الحصوات ممكن نتعرف بها بعدين، في وجود الحصوة دي بتبقى في حصوة اتحركت سدت القناة المرية فعملت صديد وعملت الالتهاب الحاد في المرارة. ممكن يكون فيها أكياس في المبيض حصل فيها لفت على نفسها زي بنقول تورجن فيها، أو الانسداد المعوي الالتصاقي. دي الأورام الحادة، دي الأمراض الحادة اللي بتحصل الآن. هي فايدة المنظار الجراحي ان احنا بندخل البطن عن طريق فتحات صغيرة. الفتحة مثلا بندخل في التشخيص ده عبارة عن فتحتين صغيرين، الفتحة نص سنتي مثلا، فتحة بتبقى للكاميرا وفتحة الآلة بنقلب بها في البطن الأمعاء والحاجات وكلام من ده وبتاع. أما يبقى في عندنا أمراض مزمنة في البطن ما توصلناش للتشخيص، فبنعمل حاجة اسمها منظار استكشافي. المنظار الاستكشافي ده بندخل عن طريق الفتحتين دول، فتحة للكاميرا تلسكوب بيصور، وفتحة لآلة بنقلب فيها جوه البطن نشوف ايه. لو هنعمل بقى تدخل جراحي تعامل على حسب الشيء اللي احنا هنلاقيه، ممكن نلاقي التهابات حادة في الزايدة او التهابات مزمنة في الزايدة، فبنعمل استئصال زايدة بالمنظار. ممكن نلاقي في التصاقات في البطن بعد مريض مثلا عمل عملية جراحية قبل كده، فبيحصل عنده التصاقات في البطن. الالتصاقات دي بتعمل كل شويه المريض بيشتكي بألم ومغص وترجيع وإمساك وكلام من ده، وفي ساعات بيدخل عنده بيحصل عنده حاجه اسمها انسداد معوي، ده بنسميه انسداد معوي التصاقي. ده علاجه بيبقى علاج تحفظي،
تمام، ما عشان الالتصاقات بترجع تاني بعد العمليه الجراحيه. يعني اي التصاق يبقى اسمه علاج تحفظي مش جراحي. علاج تحفظي مش جراحي. تمام. الا اذا عدينا 5 أو 7 أيام المريض ما استجابش بالعلاج التحفظي. او حصل فيه مشاكل جوه واحنا في الطريق، المشاكل زي ايه؟ يحصل حاجه اسمها التهاب بريتوني حاتم. دي بنشخصها بالعلامات الحيويه بتاعه المريض وبالتحاليل وبالكشف بتاعنا على المريض. بنلاقي حرارته عاليه، التغيرات في صوره الدم، عدد كرات الدم البيضاء عالي، حاجه اسمها سي رياكتيف بروتين عالي، بدا يحصل فيها التهاب بريتوني. فالحاله ديت بنضطر ندخل نعمل جراحه. طبعا عشان نعمل جراحه في الحاله ديت بنعمل فتح كبير جدا بطور البطن، بنشق البطن كلها ونطلع الامعاء ونسلك الالتصاقات دي. في وطبعا المريض بيفضل في المستشفى فتره طويله بعدها طبعا، وهو عرضه ان يحصل تاني انسداد تاني عشان هيحصل التصاقات تاني. دور المنظار الجراحي هنا بقى خفف لنا دي خالص. ودي حاله انا عاملها قريب جدا، كانت جميله جدا 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 من سنين، عملتها تاني يوم الست بقت كويسه جدا جدا جدا، طلعت ريح وعملت ستول، وتالت يوم او رابع يوم كانت خرجت من المستشفى ومارست حتى طبيعي جدا جدا جدا. بندخل بالفتحه عن طريق عند السره، فتحه صغيره كده للكاميرا، وبندخل بفتحتين تانيين لآلتين تانيين بنقلب بيهم الامعاء، وجهاز اسمه هارمونيك ده سيرم زي الكي كده، بنقص بيه الالتصاقات دي وبنسلكها بدون اي مشاكل، والست بتبقى ارتاحت جدا بعد العمليه وخرجت ثالث يوم زي ما بقول لحضرتك. وتاني يوم كانت شربت، يعني كانت شربت قبل 12 ساعه. طبعا لو احنا عملنا عمليه جراحيه طبعا هتفضل 3 أو 4 أيام بس في المستشفى ما تشربش ولا تاكل، والخراطيم محطوطه في مناخيرها وفي بقها والقصاره وكلام. لا، دي بعد المنظار الجراحي ده اللي احنا عملناه شربت بعد اقل من 12 ساعه. وبعد اقل من 6 ساعات كانت طلعت الريح وعملت ستول فبقت كويسه جدا. وشربت وطلعت من المستشفى في خلال 3 أو 4 أيام، ودي كويس جدا. ده كان متوسط هيبقى اقامتها في المستشفى لو عملنا جراحه بعد العمليه حوالي مثلا من 7 ل 10 أيام اقل حاجه. تمام يا دكتور، يعني افهم من حضرتك كده ان المنظار يفضل في العمليات الجراحيه، وده اللي احنا بنقوله مشاهدين دلوقتي. ايه في علم الطب الاحاديث المنظار بيفضل كتير عن العمليات الجراحيه قبل كده. فسؤال صغير يا دكتور، يعني معلش، هو المنظار امن تماما على طبعا المنظار امن تماما وما فيش اي مشاكل خالص. طب في ناس بتخاف منه ليه؟ المعلومه دي شائعه عند الناس. بتخاف ليه بقى؟ في ناس بتخاف منه وبنقنعهم كتير جدا، لان هم مثلا ممكن يكونوا راحهم لناس ما بيشتغلوش مناظير، فبيضطروا خوفهم فبيضطروا خوفهم من المناظير. يعني انا واحده لسه جايه لي من يومين اتنين عشان تعمل مراره، انا شخصيا واحده جايه لي عشان تعمل مراره وبتتحايل عليا ان انا اعملها لها جراحه بحجة ان المنظار مش كويس، علشان واحدة قريبتها عملت المنظار وبعدين دخلت تاني عشان تعمل مرارة تانية وكلام من ده عشان ما نضف لهاش كويس، هي بتقول كده يعني. انما هو المنظار طبعا امن تماما وكويس جدا وافيد للمريض جدا 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 من نواحي كتير بنقولها ان شاء الله، وافيد للبلد وافيد للمستشفى وافيد للناس كلها. هي المشكلة ان لو حد ما بيعرفش يشتغل مناظير فده بيخوف المريض من المناظير. انسان او اي مريض بيروح للدكتور المتخصص في جراحه المناظير، صح؟ مش اي جراح يقول انا عنده منظار، صح؟ دي معلومه اللي لازم الساده المشاهدين دلوقتي يعرفوها معانا، ان احنا مش بنقول المنظار لا مش امن، لا دي قالتلي جربته ولا مش عارفه ايه الكلام ده كله، ده مكلف ماديا طب ما جراح عليه. يبقى هو الموضوع كله ان احنا بنروح لجراح جراحه عامه عاديه مش جراحه مناظير، وده الفرق هنا او السوء التفاهم اللي بيحصل عند المنظار. احنا لو بصينا للتكلفه لو هنلاقي المنظار اقل تكلفه من الجراحه العاديه، لان انا المنظار سيادتك هترجعي شغلك بسرعه. يعني مثلا ممكن ترجعي ايه مميزات بقى المنظار او نقوله كده؟ ده سؤالي اللي بعد كده حضرتك توقع عليه تقريبا. طيب يا دكتور، احنا عامة بنتكلم بنطمن الساده المشاهدين، مش اطمئنان عشان احنا على شاشه، لا طبعا احنا بنطمنهم، لان فعلا حضرتك طلعت نقطه مهمه دلوقتي، ان التخصص مهم. يعني انا عندي اي نوع مرض وعايز اعمل منظار جراحي، تمام، يبقى اروح للدكتور فعلا المتخصص، وده الموضوع اللي فعلا الناس مش اخدتها منه كويس قوي. قلنا المنظار امن، تمام. طيب لو
قارناه بالجراحه التقليديه العاديه بتاعت زمان اللي الناس ما زالت بتيجي تطلبها وتقول لا انا بالنسبه لي انا بفضل العمليه الجراحيه العاديه. عملنا دلوقتي حالا هنقول ايه مميزات النظام عن العمليات الجراحيه العاديه. إيه طيب حضرتك لما يجي لك اي بيشنت عند حضرتك ويقول لك انا عايز اعمل جراحه وهو الموضوع مثلا ايش ان هو يعمل جراحه يعمل نظام وخلاص الحياه تمشي بعد ساعات زي حضرتك حضرتك بتتكلم مع البيشنت بتقول له ايه او بتتعامل معاه ازاي؟ انا بحاول اقنعه طبعا ان بفوائد المنظار فائده المنظار ايه وعيوب الجراحه ايه تمام. فبنقول لهم ان في عيب وحيد في المنظار بما يرضي الله ان احنا ممكن نضطر ان احنا نفتح جراحه ودي بتبقى حاجات خارجه عن ارادتنا يعني ممكن يحصل لا قدر الله نزيف ممكن يبقى الاناتومي اللي هو التشريع بتاع المنطقه مش واضح فنضطر نشوف ممكن يبقى في التصاقات جامده قوي قوي ما بين المراره مثلا والقولون فما اعرفش انا اسلكها بالمنظار فبضطر اطول انما هو المنظار فيما عدا ذلك افيد من الجراحه جدا 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 وخصوصا كمان في الامراض الحاده يعني انا لما ادخل اعمل لمريض التهاب حاد في المراره دي قصة تانية خالص عن الفتح. أنا بدخل المريض أعمل العملية الحادة المريض بيقعد في المستشفى 3 أيام ما ياكلش ولا يشرب ده أبسط حاجة لحد ما يرجع لحياته الطبيعية خالص ويطلع ريحه ويطلع براسه بطنه كويسة نبدأ نشربه وكمان يقعد يوم أو يومين في المستشفى ويخرج تحت الملاحظة في جراحة المنظار بدخل بالمنظار تمام كأنها عملية عادية خالص تمام بيطلع تاني يوم من المستشفى او في نفس اليوم يعني يطلع بعد 12 ساعه من المستشفى في خلال يوم او يومين ممكن يكون بيرجع يمارس عمله تاني غير الجراحه العاديه اللي هو ممكن يفضل اسبوعين ثلاثه طبعا وحاجه تانيه مهمه جدا الالم بعد العمليات الجراحيه دي مهمه جدا الالم بعد المنظار خفيف جدا المريض بيستحمله بياخد اي مسكن يستحمله في ساعات مريض ما ياخدش مسكن خالص لو مريض محتمل كويس ممكن ما ياخدش مسكن يا دوبك ممكن قرص بنادول بس غير العمليات الجراحيه الحاجه الثالثه بقى على المدى البعيد في حاجه اسمها فتاء جراحي فت اجراحي فت اجراحي ده اكتر جدا بيحصل بعد العمليات الجراحيه اما انا افتح فتح طول كده 10 15 سنتي عشان اطلع منه مراره تمام غير اما افتح فتحتين ثلاثه فتحه نص سنتي ما بقطعش العضلات ما بعملش مشاكل ما بتبقى نسبه حدوث فيها تكاد تكون منعدمه ده على المستوى البعيد على المستوى القريب الالم وان هو يرجع شغله بسرعه والادويه اللي بياخدها فاما نحسب الكلام ده كله بنلاقي المنظار اقل تكلفه جدا مقارنه بالعمليه الجراحيه العاديه تمام وتجميليه كمان تجميليه انا بدل ما افتح فتح كبير في بطن الشكل العام طبعا بدل ما اعمل فتح كبير في البطن قد كده تبقى علامته وحشه كلام من ده لا انا بفتح فتحتين ثلاثه الفتحه حوالي نص سنتي او سنتي يعني فتحه سنتي وفتحه فتحتين نص سنتي اطلع منهم المراره اطلع منهم الزايده اعمل منهم اللي انا اسلك منهم سقاط البطن زي ما قلنا دلوقتي اعمل اورام الرحم اورام المبيض تمام اورام القولون يعني احنا انا عامل ورم في القولون وشايل نص القولون اليمين وموصل الامعاء بالقولون القولون المستعرض من 3 أسابيع بالظبط باربع فتحات الفتحه الفتحه سنتي وفتحه وثلاث فتحات نص سنتي تمام طلعنا منه وهتلاقيهم برضه ان شاء الله في الفيديوهات يعني طلعنا منه من القولون طلعنا منه من القولون ووصلنا تمام وطبعا ما استخدمناش الدباسات للاسف فاضطرينا نطلع القولون يعني وسعنا فتحه كده حوالي 5 سم بالظبط قد كده طلعنا منها القولون الامعاء ووصلناهم دخلناهم تاني جوه البطن تمام المريضه خرجت من المستشفى في اقل من 4 أيام او 5 أيام خلال يومين ثلاثه كانت بتاكل وبتشرب عادي خالص كانها عمليه عاديه وده ورم سرطاني في القولون غير بقى الجراحه غير الجراحه عاديه ان انا افتح البطن من اولها لاخرها كده ومعظم الحالات بيجي لهم الفتاء الجراحي ده بعد العمليه كتير جدا بسبب الفتحه الكبيره دي طبعا طبعا طيب معنى كده دكتور محمد ان احنا بنقول كل العمليات متاح اجراءها من منظار جراحي ولا في حاجات معينه ما ينفعش انها تجرى بالمنظار هو معظم العمليات دلوقتي متاحه انها تجرى بالمنظار كل حاجه
معظم العمليات متاحة أنها تجرى بالمنظار دلوقتي، حتى سرطان القولون زي ما قلنا دلوقتي، سرطان المستقيم اللي هو بيبقى في آخر حتة في البطن، وبالمنظار أحسن بيبقى فيه من الجراحة، لأن أنا بدل ما أطلع المريض بفتحة كولوستومي اللي هو تحويل مجرى براز عن طريق البطن، لا أنا باستخدام الدباسات والمنظار ممكن أوصل لحتة تحت وأوصله القولون تاني ببعضه ويطلع سليم خالص، ما يطلعش بفتحة تحويل فتحة براز اللي بتؤرخ الناس جدا، دي بتؤرخ الناس جدا. لو في فتق جراحي كبير ممكن يتعمل بالمنظار برضه ونحط شبكة من جوه، فهي كل الحالات، بس هو لازم يكون الشخص زي ما قلنا في الأول لازم يكون بيعرف يشغل المنظار. تمام، احنا اتكلمنا على الالتهاب الحاد في المرارة، وديت موضوع مهم جدا جدا، احنا بنعمله في خلال من تقريبا 3 ايام من حدوث الاتاك، يعني من حدوث المرض، من اول المرض. ديت بيبقى لها 3 شروط. اول حاجة يكون الجراح كويس يعرف الشغل، ثاني حاجة يكون المريض فت، يعني مناسب مهيئ للعملية وصحته كويسة وتحليلاته كويسة وما عندهش صفرة ووظائف الكبد كويسة والمريض كويس، والمستشفى تكون مهيئة لمثل هذه العمليات. اما نعمل ديت دي بتبان فيها جدا، يعني انا باكد عليها تاني عشان دي بتبان بتفرق، بيبان الفرق جدا. اما نعمل المرارة بالمنظار في الحالة ديت ولا نعملها جراحة، ده فرق كبير جدا، بس هي بقى بترجع للجراح للبيرسونال اللي شغال نفسه يعرف يعملها بالمنظار بقى. يعني انا برضو في فيديوهات كتير التهاب حاد في المرارة برضو، بتشوفي بقى المريض بعدها شخص تاني، شخص تاني خالص خالص، من مريض تعبان جدا 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 لمجرد ان هو بعد العملية خلاص بقى شخص تاني خالص، والألم راح وكل حاجة راحت وبيقوم وبيتحرك وما فيش بقى خراطيم في مناخيره وكلام من ده بتاع، غير الجراحة التقليدية العادية. طب نقدر دكتور محمد نقول ان من اشهر العمليات الجراحيه عن طريق المنظار اللي هي عمليات المراره، استئصال المراره، كلام صح؟ اكتر حاجه بتتعمل دلوقتي المراره والزايده، اكتر حاجه بتتعمل دلوقتي. طيب هنخش في نقطه صغيره جدا، معلش احنا طبعا معلومات حضرتك جميله، الله يخليك. طبعا بنقول القانون بيحصل فيه انسداد، هو انسداد القولون احنا بنسميه، يعني في تشخيص كبير كده فانكشنال اور نون فانكشنال، يعني حاجه عضويه او غير عضويه. الغير العضويه ديت بنسميها إليس، يعني زي شلل في الامعاء، دي بتيجي بعد العمليات الجراحيه وكلام من ده، او لو مريض عنده القلب عنده الكلى وفي المراحل المتاخره، يعني بيحصل عدم حركه في القولون. الحركات الحاجات الثانيه بقى الاورجانيك اللي هي الحاجه العضويه دي، ممكن يكون حاجه بسيطه جدا، ممكن يكون المريض عنده فتاء، عنده فتق ايرابي مثلا واتخنق، حصل له اختناق، المريض طلع ومهمل طبعا عنده بقاله سنين، والمريض او شال حاجه تقيله او كحه او جرده البرد او كده او بتاع، الفتق اختنق، حصل فيه انسداد في القولون. تاني حاجه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هو الالتصاقات، الالتصاقات في البطن بعد العمليات الجراحيه. الحاجة المهمة جدا بقى اللي بنخاف منها طبعا لا قدر الله، زي الحل اللي احنا عاملينها قريب ديت، حالة الورم في القولون، الورم الخبيث في الورم السرطاني في القولون، هي دي طبعا اللي بتخوف. اللي بيعمل انسداد برضه. بيعمل انسداد طبعا. طيب في مشاهدين معانا سألونا برضه السؤال ده قبل كده، سألوني أنا تحديدا، القولون اللي هو المتعب دايما يعني معناه إيه؟ إن مريضه يا إما عنده إمساك مزمن وده نمبر 1 في الموضوع، يا اما عنده اسهال على طول، ده لتعب معين في القولون. هو في حاجه اسمها الريتابل باور سندروم، اللي هي ترجمتها بالعربي زي ما بيقولوا القولون العصبي. في امراض كده اسمها كرونز او ارستراتيف كولايتس، تمام، امراض مناعيه بتيجي في القولون، تمام، بتبقى في بتغير الباول هابتس، بتغير العادات، فشويه بنبص نلاقي المريض بيجي بيسهال، وخصوصا ممكن يبقى فيه مدمم، ينزل دم كتير جدا 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 فيه، وخصوصا في النوعين دول الارستراتيف كولايتس والكرونز، وفي ساعات بيجي امساك، تمام. في معظم الحالات دول بنلاقي عندهم سوء تغذيه، بيبقوا رفيعين وكشيك جدا ورفيعين بسبب هذه الامراض، لانها بتعمل ما بيستفيدش بالاكل بتاعه، وخصوصا في الكرونز كمان، لان هو بيجي في نهايه الامعاء الدقيقه، تمام، فديت المسؤوله عن امتصاص البايل سورس، اللي هي البايل سورس اللي هي الاحماض اللي بتبقى في السائل المراري، مهمه جدا في امتصاص الفيتامينات والدهون، ف
فدي ما بتمتصش فبتنزل في الاستول بتاع المريض فما بيستفيدش بيها. طب معلومة ان مثلا نقولوا القولون دايما بتاع مثلا القولون العصبي اللي بيقولوا على القولون العصبي طبعا ده بطبيعة مثلا بيقول لك ايه انت ما تخليش عندك سيرك على طول فكل الخضار كتير كل مش عارف ايه فبيقول لك لا انا باكل خضار اتعب اكتر بيعمل له مغص بيعمل مغص انه بيبقى فيه صهد بيعمل مغص بيبقى فيه صهد مثلا برضه بتفهمني جدا. هو في حاجه مهمه جدا عند المصريين بالذات ما بيسمعوش الكلام طبعا في حاجه مهمه جدا في الموضوع القولون العصبي ده وهي التدخين والشاي التدخين والشاي ده ما بينفعش مع القولون العصبي خالص والمخللات طبعا والمسبك والسمين والمحشي والكلام ده المرضى اللي بتطلع دي العادات الغذائيه لازم تتعدل لازم 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 تتعدل لا ما ينفعش قاضي على المصري انما هو انت العلاج بيتعبني الاكل الصحي بيتعبني انما تيجي تكلمي في التدخين لا ما اقدرش ابعد عنه طب الشاي ما اقدرش ابعد عنه طب المخللات ما اقدرش ابعد عنه طب المسبك طب انا هعيش من غير محشي ما ينفعش وهكذا لا فعلا دي حقيقه دي حقيقه بعدين كتير طبعا حقيقه. طيب سؤالي برضو في كان نمط الموضوع اللي كان فيه وسؤال مني جدا جدا اللي هو عمليات فتح المنظار الجراحي كان الاول السيستم بتاع اجراءه الفتح كان يكون فتحها من اليمين جنب اليمين جنب الشمال عشان ده يشيل مش الشبكات العاديه بتاعتنا شبكات بتبقى اما دبل فيس او شبكات فيكريل او داكون دي بتبقى شبكات شكل معين كده صغير أيوة لا احنا بنلفها على الاله وبندخلها وبنفردها جوه وبنفردها جوه هيبقى فيها ماده اللي عند المريض دايما يقول لك ازاي ما هو عشان كده لازم يكون شبكه ذات مواصفات خاصه ان هي ما تلزقش على امعاء لانها بتبقى جوه غاليه شويه غاليه شويه لا غالية شوية طبعا هو غالية شوية. كل قاعدة برضو زي ما قلنا شواذ يعني مفيش قاعدة ثابتة احنا بنعمل حاجة كويسة وفي حاجة فتحة صغيرة وفعلا المريض مثلا مريض الافتاء بيعمل فتحة دوري طبيعي جدا بيمشوش وبتكلم طبعا بتفرق فتكلفة النهاردة لما مع الفتح وبعد سنة او الدكتور جراح عمل الفتحة ده مش تمام هو بعد الاول اشتغل ازاي بقى معنى ايه انا عملت عمليه فت تمام ورجعت اشيل حاجات كده جدا واعمل مجهود جامد جدا وانا فاتح بطني فتحه كبيره جدا كان يعني هو احنا بناكد على المريض ما بشيلش حاجه تقيله من 3 ل 6 شهور بعد الفتح بعد الفتح بعد اي حاجه في المنظار بنقول لا الوضع بيختلف حتى الفتحه نفسها ما بتعرضناش لفتق تاني بسبب ان هي فتحات صغيره فده مطمن جدا بالنسبه لعمليه الفتح عن طريق المنظار الجراحي تمام طيب دكتور انت حضرتك يمكن تكاد تكون جاوبت على سؤالي ده بس بطريقه مختصره جدا انا عايزاها بطريقه بشرح تفصيلي انا عايز اعرف من حضرتك فعلا مميزات المنظار الجراحي كلها عامه مميزات المنظار الجراحي اول حاجه زي ما قلنا الشكل التجميلي بالنسبه للمريض تمام دي مهمه جدا تاني حاجه طبعا الالام بعد العمليه الجراحيه تمام تالت حاجه الهوسبيتال السي المريض بيقعد في المستشفى قد ايه يعني انا امبارح عامل زياده بالمنظار المريضه خرجت من المستشفى وهي بنت 14 سنه خرجت من المستشفى بعد 4 ساعات بس بعد 4 ساعات تشفيت تمام طبعا ما تاثرش عليها خالص ده بالاضافه بقى ان احنا استفدنا ان احنا عملنا الزياده بصينا على المبيض بصينا على الرحم بصينا على الامعاء شفنا ده كله يعني لازم اعمل هذا الكلام في زياده بالذات لازم نبص على المبيض يعني استكشاف لكل يعني استكشاف وشغل ومع ذلك خرجت بعد 4 ساعات تمام مراره ثانيه عملناها وعملنا معاها ورم ليفي من الرحم وخرجت من المستشفى في نفس اليوم يعني ممكن عملتين في وقت واحد ومراره وزايد في وقت واحد وخرجت من المستشفى في نفس اليوم دخلت اعمل زايده مره الواحده كان عندها الزايده وبعد ما خلصت الزايده ببص على البطن لقيت بعد العمليات القيصريه بطنها مليانه التصاقات مليانه التصاقات
انا عملت ازاي ده في اقل من ربع ساعه بفضل الله. الساقات دي فضلنا نسلك فيها حوالي ساعه كامله لله، والله عملناها لله. فطلعت طبعا، خرجت من المستشفى في نفس اليوم، خرجت من المستشفى في نفس اليوم طبعا. دي اتحطت لها درناء طبعا، وجات لي تاني يوم عشان نشيل الدرناء في العياده. فسالتها سؤال مهم جدا، انت كان بيجي لك مغص على طول قبل كده وامساك وترجع وكلام من ده؟ قالت لي على طول، انا بقى لي ازيد من 5 سنين الام مستمره في البطن، وبيجي لي امساك وترجيع، وهم في البيت بيقولوا ان انا بتدلع. ما حاولتش حتى تشوف عندها؟ ما فيش، ما هي تروح تكشف ما فيش حاجه، لا في فتاء ولا في اي حاجه، وبطنها كويسه مش باين حاجه. وما فيش حد واخد باله ان ده اتعمل عمليات قصريه قبل كده، ففي التصاقات في بطنها. وما فيش حد بيركز، هي بتروح لدكاتره بطن عاديين، ده مغص عادي كلام، ده مغص عادي، ده التهابات في المعده، ده التهابات في القولون، ده امساك وخلاص. تمام. 5 سنين قلت لي بقى لي ازيد من 5 سنين، وهم بيقولوا عليا ان انا بتدلع في البيت. بتدلع كل شويه، عاوز انام مش عاوز اشتغل. تمام. قلت لها طب بشكرني بقى. فعلا جات لي بقى بعدها باسبوع عشان نفك الغرزتين، هم غرزتين عشان نفك غرزه هنا وغرزه هنا. تمام. فرق شاسع. اول سؤال سالته لها، انت الالم اللي كان بيجي لك بقى من ال5 سنين ده جالك؟ قالت لي الله يبارك لك، ما عادش حاجه خالص، بقيت تضطر الشغل. قالت لي اه انا دلوقتي اقدر اعمل اي حاجه. دي ميزه بقى من ميزات المنظار، اللي احنا بنستكشف بيها حاجه ثانيه. ميزه من ميزات المنظار. ما عملتش زي دي وخرجت، ده انا عملت ضعف الوقت اللي انا اخدته في الزايده. بس المرضى استفادت. تمام. تمام. طيب الحاجه الثانيه، انا اسف برضو، الرجوع للشغل بقى، المريض بيرجع للشغل كتير بسرعه على طول. بيرجع للشغل. يعني نقوله شكل تجميلي للجرح. ثاني حاجه عدم الالم الكتير. بعد كده بيرجع شغله بطبيعته ثاني يوم. بيطلع من المستشفى في نفس اليوم بعد ساعات كده. طيب إيه، قبل ما اختم حلقتي معاك يا دكتور، عايزه اعرف من حضرتك برضو الحاجه المهمه قوي دلوقتي للساده المشاهدين، نصايح حضرتك بقى العامه ايه لاي انسان عامل اي جراحه من طريق المنظار؟ نصايح حضرتك دي ايه بقى؟ هو النصايح العاديه خالص. تمام. المريض بعد المنظار بتبقى حياته طبيعيه خالص. ما فيش مشكله، بس الا اذا طبعا لو عاملين استئصال للامعاء وتوصيل الامعاء ديت، بيبقى لها احتياطات معينه. المريض بيشرب امتى، بياكل امتى، بياكل ازاي، بياكل بالتدريج طبعا وكلام من ده عشان التوصيل بس، مش عشان المنظار. انما بننصحه بحركته عاديه، بالحركه العاديه خالص، وخصوصا في الناس اللي هم الاوبيز اللي هم التخان شويه بيتحركوا، عشان ما يجيلهمش جلطات في رجلهم كتير، ودي ميزه جامده جدا. تمام. حياته طبيعيه خالص. تمام. بس يحاول ما يشيلش تقيل مثلا، عشان مكان البورت اللي احنا داخلين منه ده ما يحصلش منه فتاء برضه وكلام من ده. ما يشيلش كتير مثلا حوالي شهر بس غير الفتح الجراحي. تمام. انما حياته في المجمل طبيعيه خالص، ممكن يرجع شغله عادي خالص، يمارس حياته عادي خالص من ثالث رابع يوم عادي خالص، ما فيهاش مشكله. تمام يا دكتور. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور محمد عبد المقصود ايوب، استشاري الجراحه وجراحه المناظير ودكتوراه جراحه المناظير. برحب بحضرتك مره ثانيه يا دكتور بعد الفاصل. طبعا احنا اتكلمنا عن في الحلقه السابقه في المنظار، او تكمله لحلقتنا بمعنى اوضح، جراحه المنظار والعمليات اللي بتتعمل بيها ودوره واهميته ايه. دلوقتي هندخل في موضوع برضو بيهم كل مشاهد معانا دلوقتي، اللي هي الغده الدرقيه. ففي بدايه الحلقه عايزه اعرف من حضرتك، كلمة غدة درقية دي معناها ايه؟ او هو عضو شكله ايه؟ او فين مكانه؟ تعريف كامل كده دكتور. هي الغدة الدرقية دي عضو من اعضاء الجسم عادي خالص، تبع الغدد، تبع الغدد الصماء اللي بتفرز هرمونات مهمة للجسم. دي شكلها بيبقى شكل فراشة كده، باتر فلاي. تمام. لها 3 فصوص، فص ايمن وفص ايسر وفص قدام الحنجره. هي موقعها في الرقبه، في اسفل الرقبه قدام الحنجره والمريء. وطبعا العضلات بتاعت الرقبه بتبقى عاليه. هي بتفرز هرمون مهم للجسم والنشاط بتاع الجسم، اسمه هرمون الثيروكسين هرمون. ده مهم جدا بالنسبه لجسم الانسان. دي فايدتها بقى. دي فايدتها. طبعا احنا مش هنقول ان الغده إيه حاجة واحدة، الغدة لها أنواع، في رأي حضرتك أنواعها إيه؟ يعني إيه أنواعها إيه؟ نسمع عن غدة كسولة وغدة نشطة. لو وصفناها كده إحنا بنتكلم ده بالنسبة من حيث الوظيفة، من حيث الوظيفة ومن حيث الحجم. بالظبط.
من حيث الوظيفة ومن حيث الحجم. في الوظيفة الغدة الدرقية النشطة اللي بعض الناس بيقولوا عليها تسممية، وده تسمية خطأ طبعا، هي زيادة إفرازات الغدة الدرقية بتسميها غدة درقية نشطة نشط، أو الغدة الدرقية الكسولة اللي هي ما بتفرزش الهرمون بتاعها اللي لا تقوم بوظيفتها. دي بتبقى طبعا نتيجة أمراض كتيرة، مثلا منها لو مريض خد جود مشع أو تعرض للإشعاع في رقبته، أو مرض مناعي في الغدة الدرقية وأشاروا حاجة اسمها هاشموتو سيروداتيس اللي هو مرض مناعي الجسم بيهاجم الغدة الدرقية، أو المريض مولود الغدة الدرقية نايمة بنسميها ميكس ديما، مولود من بطن أمه كده الغدة الدرقية مش شغال مولود بيها. وديت بتفاد بقى، الدولة عملت حاجة جميلة جدا اللي هو التحليل الهرمون الثيروكسين للأطفال الرضع في تالت أو سبع يوم تالت، لازم أي طفل بيعمله من زمان بياخدوا عينة الدم من الكعب كده يحللها عشان نشوف الهرمون ده كويس ولا مش كويس، طبيعي زي الأطفال العاديين ولا فيه خمول. لو فيه خمول المريض لازم ياخد العلاج قبل 14 يوم من الولادة، يعني في اليوم الـ14 يكون واخده عشان ما يحصلش عنده تخلف عقلي، ده بنسميها كريتينيزم، تمام، ما يحصلش عنده تخلف عقلي وقصر قامة ويبقى تمام. في المقابل الغدة الدرقية النشطة دي بتبقى زيادة إفرازات في الهرمون الثيروكسين ده، ده بيخلي المريض طبعا عنده أرق كتير على طول، هيخليه يحس مثلا بدايات قلبه، يخليه ياكل كتير ويخس، يخلي مثلا يبقى عصبي على طول، في أرق في النوم زي ما قلنا، ما ينامش كويس، ممكن يجيله كوابيس، ممكن نلاقي بعض الناس عينهم احصل بره، تمام، ده الغدة النشطة. عكس الغدة الخاملة، الغدة الخاملة المريض بيتخن وما بياكلش، بيدم كتير، يبقى عنده خمول على طول، خمول وموجود قليل جدا جدا ونايم على طول مش قادر يشتغل وعمال بيتخن، لذلك بيسموها بوتنج اون ويت، يعني بنشيل ونحط على الوزن، يعني مش بيزيد، مش انكريزنج ان ويت، لا ده بوتنج، يعني بناخد ونحط عليه، فده بيزيد حجمه كتير جدا بسرعه وهو ما بياكلش. طبعا ده ما كمان ما يستحملش تعرض للبرد، ممكن نزله برد موجة برد يعني مناعته قليلة ممكن يموت فيها، ممكن يموت فيها، تعرض للستريس ممكن يموت فيها، وخصوصا عمليات وكلام من ده وبتاع، ليه؟ لان بيبقى فيه خمول في الجسم كله. فهرمون الثيروكسين ده زي ما بنقول للناس ده هرمون مهم للحياة، بس مهم للحياة بس زيادته فيها خطر وقلته فيها خطر طبيعي. طبعا دي انواعها قلنا ده بالنسبه بالنسبه للوظيفه الافرازات. بالنسبه للحجم في الغده الدرقيه الكبيره، تمام، ودي برضو بتبقى نوعين، كبيره وما فيهاش نتوءات او حليمات اللي هو الورم الحليمي اللي الناس العاميين كده بيقولوا عليها الغده الولاده او الغده، انا اسف في اللفظ، انا الغده النتايه اللي هي بتولد يعني، تمام، والغدة الطبيعية اللي هي حجمها الطبيعي ده بيقولوا عليها غدة يعني ايه ذكر يعني ما بتزيدش يعني. وده سؤال مهم جدا عند الناس، اما بتيجي عندك الغدة الدرقية تضخم في الغدة الدرقية، طب هي ايه يا دكتور، هي ولادة من الولادة؟ نقول لها يا ستي مفيش حاجة اسمها ولادة، في حاجة اسمها كذا كذا، بنشرح ان ده اسمه ورم حليمي او تضخم حليمي او عنقودي في الغدة الدرقية، اسمه تضخم عنقودي في الغدة الدرقية. والنوع الثاني اللي ما يبقاش تبقى ملساء، ما يبقاش فيها عناقيد، ما يبقاش فيها الحليمات دي، ده بالنسبة للوظيفة او اللي حجمها طبيعي، تمام. فممكن تبقى الغدة نشيطة وحجمها كبير، وممكن تبقى نشيطة وحجمها صغير، والعكس بالعكس، ان الحجم ملوش علاقه بالوظيفه والوظيفه ملهاش علاقه بالحجم، تمام. انما الشائع المعظم يعني ممكن تبقى الغده بتكبر علشان هي وظيفتها مش كويسه فهي بتتضخم علشان تعوض الوظيفه. طب دكتور في سؤال مهم جدا 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 لازم نوضحه دلوقتي للساده المشاهدين، وده السؤال المعتاد بيتسال او بمعنى اوضح المستبعد، في مريض سمنه نفس الوقت في مريض نحافه، ده مريض تاني خالص، اوكي، بيروح يتعالج مع طبيب التغذيه وبيقول حاجه بديهيه جدا، انا مش عارف في ايه، انا بعمل دايت كويس قوي تمام وماشي بالمسطره ومع ذلك ما بخسش زي حضرتك ما ذكرت من شويه، التاني بيقول انا عندي مرض نحافه يعني
ماشي برضه بالمسطرة مع طبيب التغذية المعالج ومع ذلك ما بزيدش. فده محتار وده محتار. زي حضرتك ما قلت الغدة لها عامل كبير جدا في الموضوع ده بالنسبة للغدة النشطة أو الخاملة. فمشكلة المريض هنا إنه بيستبعد تماما إن هو يكون عنده غدة، تمام؟ بيروح لدكتور بطنة، بيروح لدكتور مش عارف، بيتنوا زي ما بيقولوا، بيلف على الدكاترة زي ما بيقولوها بالبلدي أو كده، وفي الآخر طبيب التغذية هو اللي مش ممشيني صح. لا طبعا هو مشيك صح وتمام، بس المشكلة عندك انت في ان انت مستبعد انك تروح مرة لدكتور يقولك انت عندك غدة سي ان كانت نشطة او خاملة، وتمشي على تعالجها علاجها اوريدي لما تعالج هو ده علاج السمنة او النحافة بتاعتك. فانا عايزة حضرتك توضح لي او توضح لسادة المشاهدين دلوقتي اللي انا الموضوع اللي انا كلمت فيه ده، توضيحه من رأي حضرتك الشخصي. هو الفكره ان احنا زي ما قلنا هرمون السيروكسين ده اللي هي بتفرزه الغده الدرقيه ده مهم للحياه، يعني لازم يكون موجود في الجسم، تمام. اما تبقى الغده الدرقيه زي ما قلنا نشيطه، بيبقى المريض بياكل كتير، بيبقى نشاط الايده عنده زياده عن اللزوم جدا جدا جدا، فبياكل كتير وبيخس. هو عمال ياكل كتير وعمال بيخس في نفس الوقت، لانه نشاط الايده عنده والتكسير عنده كتير. زي ما بقولوا كده بالعامية يعني الحرق عنده كتير، بيحرق الأكل بسرعة. بالعكس تماما مريض السمنة اللي هو مش أي سمنة، يبقى عنده كسر في الغدة الدرقية أو خمول في الغدة، مش أي مريض كده، ممكن يكون مريض بياكل كتير أصلا. إنما احنا بنتكلم على مريض الغدة الدرقية. مريض الغدة الدرقية اللي هو عنده كسل في الغدة الدرقية ده، بيبقى المريض ما بياكلش فعلا، تمام، وبيزيد وبيزيد بزيادة مهولة وهو بياكلش، مفيش حرق، مفيش حرق خالص، فبيتراكم معاه بقى. ده بيبقى عرضه مثلا زياده الكوليسترول والجلطات وامراض القلب والكلام ده كله بيبقى عرضه لهذا المريض. فالفيصل عندنا ان احنا بنعمل تحاليل بسيطه جدا، هي وظائف الغده الدرقيه فري تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، نشوفهم شغالين ولا مش شغالين. لو شغالين يبقى المريض ده بياكل، يبقى لازم بقى يظبط واكله بقى، وده حصلت معنا كتير برضه. التحليل التحليل بسيطه جدا وده حصلت كتير جدا. يبقى المريض بيجي يشتكي ان هو بيزيد، تعمل التحليل تلاقيه كويس، يبقى انت اللي بتاكل. اقول لك اصل انا باكل، وحصلت معايا مرتين. المريض يجي يشتكي ان هو ماشي مع الرجيم ومفيش فايده، طب اعمل لي التحليل، اعمل لي التحليل يجي الاقيه كويس، اقول له انت بتاكل، يعترف انه بياكل. طب ليه من البدايه؟ ما انت اللي بتخسر. فانت المريض لازم يكون صادق مع نفسه من لو ما بياكلش. واحنا بقى بنكتشفه بالتحليل. المفروض ان اول حاجه لازم نعمل التحليل الاول، نشوف بقى نشيطه ولا فيها خمول ولا ما فيهاش خمول ولا فيها ايه بالظبط. فيها خمول المريض بيزيد زي ما قلنا زياده مفرطه وبدون اكل خالص، والعكس بالعكس، فيها زياده نشاط افرازات المريض بيخس جدا، هو بياكل وجبه 3 4 مثلا وبياكل 7 8 مرات في اليوم وبيخس، تمام، بالاضافه طبعا للاعراض الثانيه اللي احنا قلنا عليها. طبعا في اكلات الدكتور معينه بتقينا شر الغده الدرقيه، في حاجات كده معينه زي ايه؟ هو اشهر حاجات الحاجه اللي فيها اليود، يعني هي المحافظات اللي قريبه من البحر ديت والنيل وكلام من ده، دي كويسه جدا. الناس دي ما بيجيبش بسيطه عندها، تمام. اكلات السمك طبعا، السمك بكل انواع بيبقى فيه يود كويس جدا. والدوله دلوقتي في الملح المؤيد، الملح اللي عليه يود، عشان نعوض هذا الكلام، وخصوصا في المناطق اللي هي بعيده عن سواحل البحر زي الفيوم والحتت ديت، واحد سيوة الوادي الجديد ده، في كتير جدا فيهم هذا الكلام، لانه هو بعيد عن البحر والنيل وكده، فاليود عندهم قليل. فدلوقتي بقى اليود، الملح اللي بيبقى عليه يود ده بيعوض هذا الكلام. يعني الاسماك عامه، والاطعمه اللي عليها يود، هي دي اللي برضو دي بتبقى كويسه جدا في الغده الدرقيه. طبعا. طيب دكتور، انا عايزه اعرف من حضرتك برضو حاجه دلوقتي مهمه. مريض الغده ليه حاجات معينه او سيستم كده معين بيمشي عليه في علاجه؟ هل العلاج ده بيبقى دوائي ولا علاج جراحي؟ ده سؤال مهم جدا وبيفرق كتير جدا. بيفرق من ناحيه ايه؟ احنا قلنا من شويه ان الغده الدرقيه دي بتنقسم لوظيفه وحجم. الغده الدرقيه طبعا خلينا ان هي في الغده الدرقيه اللي فيها خمول. فيها خمول وفيها نتوءات، يعني فيها عنايد زي ما بنقول، ولا ما فيهاش؟ فيها عنايد دي تبقى جراحه، لازم جراحه.
وكذلك برضو التسمميه من البدايه فيها عنقيد، سواء كانت تسمميه بقى او مش تسمميه، على حسب حجم العنقيد وعلى حسب حجمها وعلى حسب التغيرات اللي بانت فيها. يعني انا كان عندي النهارده لسه حاله، انا قلت لها لازم نعمل عمليه بسرعه جدا، لان التغيرات في الغده غالبا بنسبه 95% احتمال تكون ورم خبيث، فده لازم نستعجل فيها. فدي بتبان معانا، فهي لو الغده الدرقيه فيها عنقيد او حريمات دي لازم عمليه ما فيهاش فصال، الا اذا بقى حجم العنقيد دي قد ايه وكلام من ده بيبقى فيه كلام تاني. طيب الغده الدرقيه ما فيهاش عنقيد بقى، بتفرق بقى هي تسمميه ولا كسوله؟ كسوله بناخد الالتروكسين او الثيروكس، اي ماده يعني من الهرمون الثيروكسين الموجوده في السوق، ودي بنظبطه على حسب احتياج المريض. بندي للمريض احتياج المريض المتوسط من 200 ل 300 مللي جرام في اليوم. يعني عندك دوائي كده ده؟ دوائي ده لو ما فيهاش عنقيد، لو ما فيهاش الحليمات او ان تؤدي، ده يبقى علاج دوائي. تمام، بنديله علاج الالتروكسين. تمام، وبنت اللي هو هرمون الثيروكسين يعني عشان ما نقولش اسماء تجاريه يعني، وبنتابعه بالتحليل، بنظبطه وبندي احتياجه على حسب التي اس اتش اللي هو الهرمون ده، بنشوفه بنديله الجرعه وكل 3 اسابيع بنعيد التي اس اتش ده نشوف وصل الليفل بتاعه لحد ايه، لحد ما نوصله للمستوى الطبيعي اللي هو بيبقى ما بين 2 ل 3 واحده يعني. طيب العكس بقى اللي هي الغده الدرقيه النشطه، لازم نديها حاجات تهدي الغده. طيب الغده الدرقيه النشطه ديت برضو قلنا نوعين، اما فيها العنقيد او ما فيهاش العنقيد. فيها العنقيد يبقى لازم نعمل عمليه. طب بنعمل عمليه امتى؟ لازم نحضر المريض الاول. يعني ايه لازم نحضره؟ يعني لازم يرجع للمستوى الطبيعي بتاع الانسان الطبيعي. لازم وظائف الغده الدرقيه ديت تبقى فيها كنترول، لازم ترجع للمستوى الطبيعي تاني، عشان هو ما ينفعش ياخد بنج وهو في الحاله التسمميه دي بالتحليل، زي ما ينفعش ياخد بنج وبرضه الغده كسله، لا كفايه كسل يعني، لازم نرجعه للطبيعي تاني. تمام، دي خطر ودي خطر، ما ينفعش ياخد بنج الا للطوارئ الشديده بقى، حادثه عربيه بتاع كلام من ده، ولو ما عملناش عمليه المريض هيموت يبقى غصب عننا. انما ما ينفعش نعمل له عمليه والمريض والغده فيها نشاط او فيها كسل، لازم نرجعه للطبيعي تاني. طب بنرجعه للطبيعي تاني بندي العلاج حاجات اسمها نيوميركازول او الكربامازول، حاجات بتهدي الغده الدرقيه مع حاجات بتهدي القلب. ده مهم جدا، احنا اتكلمنا على مشاكلها بالنسبه للقلب، لازم ندي الاندرال ده، الاندرال ده مهم جدا بالنسبه عشان يهدي دقات القلب ودقات القلب ويظبط لنا القلب ويساعد. تمام، اول الغده ما توصل للمستوى الطبيعي بتاع الانسان الطبيعي بنعمل العمليه بتاعتنا. طيب الغده الدرقيه بقى ما فيهاش الحليمات ديت او ما فيهاش العنقيد ديت، اسمها غده ملساء اللي هو الجريفز ديزيز بقى بنسميه كده، ده مرض مناعي برضه بيجي. ده بندي العلاج المتوسط العلاج بتاعه 18 شهر سنه ونص بالتدريج، برضه بندي 2 في 3 وكذلك الاندرال لحد ما نوصل للمستوى الطبيعي، بنرجع الغده للمستوى الطبيعي بتاعها. بعد كده بيبقى المريض له الحق بقى، لو هي كبيره قوي وضغط عليه وعامله له مشاكل في النفس ومشاكل في البلع وكلام من ده وتعباه، يبقى طبعا الجراحه. طيب هي مش ضغط عليه ومش عامله له مشاكل وما فيهاش النتوءات ديت ولا العنايات ديت ولا كلام من ده، يبقى المريض براحته. يا اما بياخد العلاج لمده 18 شهر وبعدين بنوقفه، بتكون الغده هديت خلاص وبعدين بنوقفه. عيب النوع ده ان احنا طبعا بناخد 18 شهر علاج طبعا فتره طويله، ومعظم الناس يعني 60% مثلا من الناس بعد 6 شهور بيرجعوا تسمميه تاني، بتنشط الغده تاني. طبعا بنعيد الكره من اول وجديد تاني، بندي نفس العلاج تاني وكلام من ده. ده لعدم الالتزام بقى؟ لا لا، هي ده طبيعتها، لان هو مرض مناعي، مرض مناعي اصلا اللي هو الجريفز ديزيز ده، فبيرجع للغده تنشط تاني، فبنعيد الكره تاني، ندي نفس العلاج من اول وجديد تاني، وبرضه المريض بيبقى له خيار طالما ما فيهاش عنقيد. ايوه، لو فيها عنقيد العلاج ملوش دور بقى، يبقى ايه جراحه على طول، بس لازم نظبط الغده الاول. ايوه، عشان ما ينفعش عشان التخدير وكده. ياخد نظبط الغده وبعدين نعمل الجراحه، ده لو فيها العنقيد ديت. ما فيهاش عنقيد يبقى المريض له خلاص، طالما مش كبيره قوي ومش عامله له مشاكل في النفس ومشاكل في البلع، تمام، وما فيش اعراض انا خايف منها لا قدر الله تكون خبيث او اتحولت لخبيث او كلام من ده وبتاع، خلاص بيبقى المريض براحته. بس بنتابع بقى كل فتره، بنعمل طبعا تحليل صوره دم ونسبه سوره وكلام من ده، لان العلاج اللي بياخده بيأثر على الدم والكلام من ده وبتاع، بيأثر على كرات الدم البيضاء بالذات، فممكن يعمل له ايه التهابات، يعمل له مشاكل في زوره وكلام من ده. فدي لو حصل طبعا بنخاف، فبنقلب على النوم تاني وهكذا.
وده فعلا السؤال اللي كنت هسأله حضرتك حالا دلوقتي. كرات الدم البيضاء وعلاقتها بالغدة أو مريض الغدة الدرقية ليها علاقة دايرك أو لا؟ هي ملهاش علاقة إلا إذا المريض لو بياخد العلاج اللي هو اللي احنا قلنا عليه الكربامازول وكلام ده بيأثر على الأجرينوسايتس، بيعمل لها خمول، ديت بتاعت بتقلل مناعة الإنسان، فبتخليه عرضة للأدوار البرد الكلام من ده بس يعني. تمام، دي بنشخص طبعا. بتلاقي المريض بيشتكي بحرقان في زوره وكلام من ده، تمام، المريض حرقان في زوره وبياخد الحاجات ديت على طول بنشك فيها، فبنعمل صورة دم على طول ونشوف كرات الدم البيضاء عددها كام، وبنشوف بقى الأجرينوسايتس ديت عددها كام. ولقينا يبقى بنعمل شيفت على طول بقى، بندخل لدواء تاني اسمه ساوراسيل غير، وده اللي بيتاخد في الحمل لو مريضة حامل أو بترضع وعندها الغدة نشطة، بتاخد هذا العلاج مش العلاج التاني. تمام. طب دكتور، احنا كده اتكلمنا باستفاضة تقريبا، بكاد أكون يعني اتكلمت باستفاضة عن الغدة الدرقية ويعني أنواعها ومشاكلها وعلاجها سواء جراحي أو دوائي. فأنا هتطرق لموضوع مهم جدا جدا، من الغدة لموضوع تاني خالص خالص خالص، بس ده طبعا طمع في معلومات حضرتك الطبية وفي نفس تخصص حضرتك برضو، الخصية المعلقة عند الأطفال. الخصية المعلقة عند الأطفال كلمة شائعة ومش مفهومة، يعني أنا في نظري إنها شائعة قوي بين الناس وفي نفس الوقت مش مفهومة. فأنا عشان أفهمها وأفهم السادة المشاهدين يعني إيه كلمة خصية معلقة وإيه موضوعها وإزاي بنتعامل معاها، ده اللي هتجاوبني حضرتك عليه حالا. فعايز أعرف من حضرتك يعني إيه خصية معلقة. الخصة المعلقة باختصار يعني اللي هي الخصة اللي ما نزلتش جوه كيس الصفر. المفروض البيبي بينزل من أمه، المفروض الخصتين بيبقوا في كيس الصفر. في بعض الأطفال ممكن تتأخر شوية بس بتنزل في خلال الأسبوع الأولاني، وده الطبيعي عند ناس كتير. في عند بعض الأطفال بقى ما بتنزلش في كيس الصفر، وديت منها أنواع كتير طبعا. في حاجة اسمها خصة معلقة وخصة متأرجحة أو بندولية. الخصة البندولية والمتأرجحة ديت اللي هي بتنزل في كيس الصفر وبعدين بترجع، دي ما فيهاش مشكلة، دي ما فيهاش مشكلة، بس احنا بنتابعها. يعني الطحاب البلدي قوي بتروح وتيجي. بتروح وتيجي. هم بيقولوها كده. بتروح وتيجي، يعني شوية تبقى موجودة في كيس الصفر وشوية تبقى مش موجودة. حبة مختفية خالص، حبة رجعت مكانها. دي احنا بنعمل لها بالكشف واحنا بنشوفها، بنمسكها بايدينا، بننزلها بايدينا كده. تمام؟ نزلت الكيس، وصلت الكيس لنهاية الكيس تحت. دي اسمها خصة متأرجحة، والبندورية دي ما فيش خوف منها. بنعلم بس الأم تتابع هذا الطفل. في مشكلة وحيدة، الخصة البندورية دي بتبقى صغيرة في الحجم والعضلة بتبقى قوية عليها، فكل الطفل ما بيكبر في السن هي بتكبر في الحجم فبتتقل فبتنزل في الكيس. ده مع الوقت بقى ما بتأثرش على الخلف، وما بتأثرش ان هي لا قدر الله ممكن تتحول للكانسر او حاجة، ما بنخافش منها يعني، لان بتبقى طبيعية. طيب بنخاف منها بقى ان هي طبعا هي بتطلع وتنزل زي ايه البندول الساعة كده. طيب هي ممكن تطلع وتيجي ملوية، تطلع وتيجي ملوية زي ما تكون لو دراع واحد كده. طب الالتواء ده بيعمل ايه؟ التواء زي ما بيقولوا. التواء دي تمام. التواء ده بيعمل ايه؟ بيمنع الدم عنها، فده بيموتها. ده مشكلة كبيرة طبعا، بيموتها وبيفرز حاجات هرمونات ومواد تأثر على الخصة التانية كمان، فيأثر على الخلفة. فبنعرف الام بقى ان ديت حاجة طبيعية خالص وما فيهاش مشكلة خالص، وان شاء الله هتنزل لوحدها. كل الطفل ما يكبر في السن، يعني لما الطفل يكبر في السن 7-8 سنين كده مثلا وما نزلتش، ممكن ننزلها له. تاني حاجه احنا بنعمل موجات صوتيه عشان نطمن ان الطفل ده ما عندوش فتاء. لو عنده فتاء بنعمله، دي اللي برضه لسه عاملها امبارح. لو عنده فتاء بنعمله ونيجي منزلين الخصه. كانت خصه برضه نفس الحكايه، بندوليه بس فيها فتاء كبير جدا هو اللي منعها. عملنا الفتاء ونزلنا الخصه وخلاص، والطفل كان عنده 4 سنين يعني. بمنتهى البساطه. طيب. فبنعلم الام تبص على الطفل كل يوم وهو نايم، والولد نايم ومتدفي وكارم وكلام ده، تشوف الكيسين زي بعض ولا في واحد مليان وواحد فاضي. تمام. طيب شافت ما فيش مشكله، تابعها يومين ثلاثه ورا بعض. لو ما نزلتش في الكيس اليومين ثلاثه ورا بعض دول يبقى لازم نعمل الاولى من الولاده دكتور. احنا بنعملها بعد سنه، بنعملها بعد سنه. لا انا قصدي على مثلا متابعه الام للطفل. المتابعه المفروض انت قصدك المتابعه دي المفروض بتتشخص من ساعه الولاده،
ودكتور الاطفال بيسأل البيبي المفروض بيعرف في قصه معلقه وما فيش قصه معلقه. في قصه معلقه بنستنى عليها زي ما قلنا اسبوع، لانها ممكن تنزل في خلال الاسبوع ده. ما نزلتش في الاسبوع يبقى المفروض بقى دكتور جراح يشوف، ونشوفها بقى هي كده ولا كده، هي قصه متارجحه ولا قصه معلقه. وقلنا الفرق ان القصه المتارجحه ديت اللي هي بتنزل، فبنعرف الام ازاي بقى ايه تتابع. طيب لو بنقول لأمه، بس قبل ما نرجع للقصه المعلقه تاني، لو الطفل جاله مثلا مره واحده عيط جامد ورجع والعياط شديد جدا، تمام، اول حاجه تبص عليها تبص على الكيس بتاعه، كيس الصفر، القصه موجوده في مكانها ولا مش موجوده في مكانها؟ موجوده في مكانها يبقى خلاص ده بيعيط من اي حاجه تاني، مغص، عاوز يلعب، عاوز اي حاجه تاني. طيب مش موجوده في مكانها ديت يبقى التوائت اللي احنا قلنا عليها بقى، حصل فيها الالتواء ده، دي حاجه خطر جدا، لازم نعمل عمليه في ساعتها بقى، لان احنا لو ما لحقناهاش في 3 ساعات بتموت. يعني عياط مثلا الطفل في عياط عدم وجود خصيه، مش اي عياط، انا فاهمه الشديد ده ممكن ما نقولش عليه ده مغص في البطن، لا ده الطفل عنده مغص، لا تمام، لا احنا نبص اول حاجه، اول حاجه دلوقتي بنخاطب كل المشاهدين، هو احنا في العموم طبعا بنبص على الفتق، على الفتق، لو فتق، لو مريض عادي، لو طفل عادي اول حاجه وبيعيط كتير نبص على الفتق. أيوة. انما احنا بنتكلم دلوقتي انما بيعيط كتير عشان عنده فتق، عنده مغص او بتاع او كده، يعني انما احنا بنتكلم على المريض بتاع القصه المعلقه اللي هي بص الاول كده، تبص على مكانها خلاص، مش مكانها تبقى ديت غالبا القصه دي التوائت، حصل فيها التواء، فدي بنخاف منها جدا. فالمفروض بنعمل عمليه في خلال 3 ساعات، بعد 3 ساعات بتموت. فبدل ما بنعمل عمليه وننزلها بنعمل عمليه ونشيلها، ده فرق كبير. ده بالنسبه للقصيه المتارجحه والبندوريه. القصيه بقى المعلقه اللي هي ما نزلتش اصلا قصه الصفر، ما بتنزلش خالص، تمام، عشان كده جه المفهوم او المسمى انها معلقه. ايوه ما نزلتش خالص، دي طبعا فيها اختلافات كتير، فيها فاريشنز كتير قوي. ممكن تكون القصه دي اصلا ما اتكونتش من البدايه، وده خلاص الحمد لله ما فيش مشكله، والمريض بيشتغل بالقصه الثانيه عادي خالص، وبيتجوز وبيخلف وما بتاثرش على حاجه خالص. من ناحيه واحده يتجوز ويخلف عادي ما فيش مشكله. طيب اول قصه ديت موجوده اتكونت وهي موجوده في البطن ما نزلتش، او القصه ديت موجوده في المنطقه الارهابيه، وده بقى منطقه قريب او بعيد او كلام من ده. طبعا التشخيص بقى كتير، طبعا اولا بالكشف بتاعنا الكلينيكال، بعد كده بنعمل سونار عادي خالص على المنطقه الارهابيه والقصتين. طيب لقيناها خلاص ما فيش مشكله، ما لقيناهاش بنضطر نعمل حاجه اسمها رنين مغناطيسي على البطن والحوض عشان نشوف موجوده فين. طيب القصه دي موجوده، احنا بنعمل لها عمليات متوسط في خلال السنة، تمام، بنعملها عمليات في خلال السنة. عشان ليه في خلال السنة؟ علشان الحيوانات الخلايا اللي بتكون الحيوانات المنوية بعد كده بتبدأ تموت، ما بتأثرش، وبتزود نسبة حدوث ان يحصل فيها كانسر بنسبة 15% عن الانسان الطبيعي. يعني مش اي مريض عنده خاصة معلقة هيقوله كانسر فيها، لا، هي بتزوده بس 15% عن اي راجل عادي. فديت احنا بنعملها على سنة، وفي بعض الاحيان بنعملها لو القصة حجمها كويس وكبيرة وكلام من ده ممكن نعملها على 6 شهور وهي قريبة. احنا بنعملها على سنة عشان يكون الدم وصل كويس للقصة، فتستحمل المنبريشن بتاعنا، تستعمل الشغل بتاعنا على القصة، ما يحصل لهاش ضمور من الدم، عشان ما بنشتغل طبعا بنقطع الاوعية وكلام من ده وبتاع، فممكن نوصلها زي ما فتموت. طيب ال و 80% من القصة المعلقة ديت بيبقى معاها فتاء، لازم يكون معاه فتاء، فطبعا بنعمل الفتاء وبننزل القصه، تمام. فالمفروض الدكتور اللي داخل يعمل قصه معلقه ده هو اول حاجه بيدور على الفتاء، يشوف الفتاء الاول طبعاً. لان انا دخلت مره على احد الزملاء يعني وما كانش يعرفني يعني، فلقيته فاتح الفتاء، اي والله العظيم، وعمال يدور ومش عارف هو بيدور فين وكلام من ده ومستغرب، ودخل انا دخلت طبعا عملت العمليه يعني. وجوم الناس بعدها عشان يتابعوا معايا، قلت لهم لا طبعا تابعوا مع الدكتور طبعا اللي عامل العمليه طبعا. فانت داخل تعمل قصه معلقه لازم تدخل وانت عارف ان 80% هتلاقي فتاء. اول حاجه تلاقي في اول حاجه تدور على الفتاء عشان ما تفتحوش تلاقي نفسك في مشكله. ما لقيناش الفتاء خلاص بنسلك الالتصاقات، بنسلك الحاجات بتاعتنا، وبعدين بنطول القصه وننزلها. طيب القصه دي مش موجوده بقى، مش موجوده في المنطقه الارهابيه، تبقى ديت موجوده جوه البطن او ما اتكونتش خالص، يبقى بنعمل الرنين المغناطيسي. لقينا القصه جوه البطن ممكن بنسميها بقى اسيستد لابروسكوبي، بندخل بالمنظار نسلكها وننزلها لحد المنطقه الارهابيه، وبعدين نكمل جراحه بقى، وبعدين نكمل ننزلها في ساعه. الحاله ديت ممكن ننزلها على مرحلتين او 3 مراحل، بننزلها في المنطقه الارهابيه ديت وبنثبتها بغرزه، وبعد 6 شهور مثلا ندخل
نكمل تاني نسلك تاني. ليه الكلام ده كله؟ علشان الدم اللي واصل للخصية. خصية طبعا. في ساعات بقى مشكلة كبيرة ان يبقوا الخصيتين مش موجودين. دي مشكلة تانية خالص. احنا قلنا طبعا لو قصة واحدة شلناها اصلا مفيش مشكلة خالص عادي. انما لو الخصيتين مش موجودين دي مشكلة كبيرة طبعا، لان هتأثر على الذكورة وهتأثر على الخلف طبعا. فهي دي مشكلة بقى. فبنضطر بقى نعمل هذا الكلام. لو واحدة ماتت لازم نحافظ على التاني. فبنعمل لها حاجة اسمها مايكروسيرجن. اللي هي بالراحة الميكروسكوبية. ان احنا نوصل الشريان بتاعها للميكروسكوب بشريان تاني قريب من المنطقة طالع من الشريان الفخذي قريب منها عشان ننزلها جوه كيس الصدر علشان نحافظ على اقل حاجة نحافظ على واحدة. دكتور محمد انا في نهاية الحلقة بشكر حضرتك جدا جدا على المعلومات الجميلة المفيدة ديت، وبنتمنى في لقاءات تانية نفيد المشاهدين بمعلومات حضرتك القيمة جدا. إن شاء الله. بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد في نهاية الحلقة، ونتمنى لحضرتك مزيد من التفوق بإذن الله والنجاح بإذن الله دكتور إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة في برنامجكم المعتاد اللي انتم بتستنوه، حوار مع طبيب. إلى اللقاء.